قال البعض إنه لا يستغفر للمشرك الحي، واستدلوا بحديث الرسول، كان اليهود يتعطسون عند رسول الله رغبة في أن يقول لهم يرحمكم الله فلم يقل، وقال يهديكم الله كما قال. نعم هذا الدليل، أشكرك على هذا الدليل، لكن عندي فيه مزيد من المراجعة في العلل، لذا أمسكت عنه، فأحتاج أن أراجع علته، جزاك الله خيرا، لكن لا يحمل نهيا، إنما يحمل فقط دعاء بالهداية، لكن يستأنس به، جزاك الله خيرا.